معانا النهارده دكتور طارق الطويل من مستشفى السلام الدولي، استاذ جراحه القلب جامعه القاهره، هيكلمنا اكتر عن مفاهيم انا واحد من الناس فعلا كنت متلخبط فيها ومش فاهمها. يعني صباح الخير يا دكتور طارق. صباح الخير يا فندم. صباح الفل يا دكتور. اهلا مريم. اهلا حسام. مشرفنا منورنا يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. طيب دكتور، خلينا مبدئيا نبدا بايه الفرق ما بين دكتور القلب وجراح القلب، عشان دي معلومه انا لسه عارفها. سؤال مهم جدا، لان بيبقى فيه خلط فعلا عند المريض وعند المواطن العادي حتى. خلينا نتكلم ان طبيب القلب هو مسؤول عن تشخيص الحاله المرضيه بدايه من التاريخ المرضي، الفحوصات مثلا في الشرايين التاجيه، بعد ما بيعمل التحاليل الدم العاديه لازم يعمل رسم قلب بالمجهود، مسح ذري، اشعه مقطعيه، قسطره. اوكي. وبناء على القسطره بيطلع اتجاه من 4. اوكي. يا اما المريض ما عندوش حاجه خالص، مش محتاج حاجه، لا اما المريض عنده حاجه محتاجه علاج طبي فقط، ادويه. اوكي. يا اما المريض محتاج تدخل جراحي، عنده انسداد ومحتاج دعامات. اوكي. لغايه اللحظه دي احنا بنتكلم على الطبيب القلب. بنتكلم على طبيب القلب لغايه تركيب الدعامات بالقسطره. يعني تركيب الدعامات حتى ده مش محتاج جراحة. مش محتاج جراحه. مش محتاج سيرجري. بعد كده كله جراح القلب. فالمريض ما بيوصلش لجراح القلب غير ما بيكون عدى على طبيب القلب وعدى على مراحل كتير قوي من التشخيص حتى والعلاج. والعلاج كمان. طيب. كده الموضوع اوضح. طبعا دكتور طارق، حضرتك استشاري جراحة القلب النابض. ايوه. ممكن نوضح الناس يعني ايه القلب النابض؟ القلب النابض اللي هو ده تكنيك او تقنية بتخلينا نعمل جراحة توصيل الشرايين التاجية بدون استخدام ماكينة القلب الصناعي. الكونفنشنال سيرجري اللي هي بتتعمل على مدى السنين الطويلة اللي فاتت كلها في الشرايين التاجية بتتعمل باستخدام ماكينة القلب الصناعي. دي مكنة بنستعيد بيها عن القلب والرئة، بنطلع الدم كله برا العيان وبنوقف. ده في خلال العملية يعني دورينج العملية أو خلال العملية. بنوقف القلب وبنعمل التوصيلات بتاعت الشرايين التاجية. أوكي. والقلب واقف. أوكي. التقنية بتاعت القلب النابض، احنا ما بنستخدمش مكنة القلب الصناعي خالص. أوكي. احنا بنستخم حاجة اسمها ستابلايزر. أوكي. مثبت العضلة. مثبت لعضلة القلب. بنثبت الحت الشريان اللي احنا هنشتغل عليه. أوكي. بعدين نخلصه، وبعدين نثبت اللي بعده، وبعدين نخلصه. أوكي. دي تقنية متطورة شوية. محتاجة ليرنينج كيرف كبير. مش للجراح بس، للجراح. أوكي. وطبيب التخدير والتمريض والفني والعامل. أوكي. والمستشفى نفسها لازم تقدم الاكويبمنت اللازمة علشان نقدر نوصل ان احنا نعمل ونوصل للنتائج المرجوة. دي اللي هي وصلت في الاخر انها 99%. يعني هو انا بس جديدة. بعد اذن حضرتك انا عندي سؤال بس محتاجة افهم. يعني هل طبعا اوكي، هل دول بس تقنيتين مختلفتين ولا دي تقنيه احسن؟ ولو هي احسن طب ليه هي احسن؟ احسن كتير. هي جديده واحده. ريسك اقل مثلا. هقول لحضرتك ليه بقى. أوكي. لان مكنه القلب الصناعي ليها كومبليكيشنز، ليها مضاعفات. اوكي. مضاعفات بنسب قليله، يعني المضاعفه من 2-5%، حاجات. أوكي. في المخ. حاجات في الكبد، حاجات في الكلى. اوكي. في نظام التجلط اللي ربنا خلقه لنا. المضاعفات دي بتحصل دايما في الرعاية المركزة في الفترة اللي بعد العملية. ممكن واحد يبقى عامل عملية كويس قوي ويقول لك ما فقش قوي، الكبد انزيماته عالية، الكلى مش عارف. يعني العملية ناجحة بنسبة 100% بس حصل في مضاعفات. في حاجات أخرى مضاعفات نسبها مش عالية، من 2-5%، بس لكن برضو موجودة. 2-5% ده رقم مش قليل، ده معناه ان كل 100 عيان في 5 هيحصل لهم كده، والخمسه دول ار بريشس، يعني هم ناس يعني ذوي قيمه. طبعا. ما نقدرش نتجاهلهم. لما بنعمل العمليه بدون استخدام ماكينه القلب الصناعي بطريقه القلب النابض، احنا الموضوع ده مش موجود خالص. ده مش بنقلل الريسك، هي بنلغيها خالص. بنلغيه خالص. فالفتره اللي هي على المدى القريب اللي بعد العمليه، اللي هي الفتره اللي بيحصل فيها اغلبيه الكومبليكيشنز دي، بتبقى فتره فيري سموث، بتعدي بسرعه. uneventful. اللي بنسميها uneventful يعني ما فيهاش احداث بالظبط. المريض
بيقعد بدل ما يقعد في الرعايه يومين بيقعد يوم، بدل ما يقعد في المستشفى 6 ايام بيقعد 3 4 ايام. مريض ما بياخدش دم، مش بيتعرض للكومبليكيشنز بتاعه البلوت ترانسفيوجن، يعني اللي هي المشاكل اللي بتحصل نتيجه ان احنا بنديله دم وبلازما وكده. النتائج بتوصل ل 99%. فالفرق بين القلب النابض ومكنه القلب الصناعي في المدى القريب اللي هو اول شهر بعد العمليه، بعد الريكفري. حضرتك لو شفتي اتنين عيانين عاملين في نفس الوقت نفس العمليه بس دي بالقلب النابض ودي بمكنه القلب الصناعي، شوفيهم تاني يوم العمليه هتلاقي واحد نايم خالص والتاني تاني في صحه قاعد وبيعمل مع الفيزيوثيرابيست بتاعه ونازل الجيم مش عارف يعمل ايه، حاجة حاجة تانية خالص. يعني بما اننا تطرقنا للتقنيات الجديدة زي موضوع القلب النابض ده اللي احنا ما كناش عارفين ان في حاجة اسمها كده، اللي هي زي ما حضرتك شرحت لنا هي تقنية في اثناء الجراحة. لا بس في فرق بين قلب نابض وقلب مش نابض بقى. ايوه ما هي علشان طيب اتفضل. في فرق في الـ في الـ في التكنيك في الشغل، وفي فرق في النتائج. يعني دايما في كل بلد في العالم هتلاقي نسبه معينه هي اللي بتعمل قلب نابض، مش كل الجراحين ولا كل المستشفيات. دايما هتلاقي مستشفى او اثنين وثلاث اربع جراحين بس هم اللي بيعملوا قلب نابض، لانها يعني حاجه متطوره ومحتاجه اهتمام ومحتاجه ليرنينج كيرف ومحتاجه سفر ومحتاجه تعلم، بتاخد وقت كبير قوي ان انت تقدر توصل للنتائج المرجوة يعني. طب خلينا بقى نتكلم على الجديد في عمليات القلب واحدث التقنيات المستخدمة بقى في مستشفى السلام الدولي وعمليات القلب. في غير راح توصيل الشرايين التاجيه بطريقه القلب النابض، في جراحه العمليه عموما الكونفنشنال سيرجري احنا بنستخدم شريان واحد اسمه الشريان الثدي الايسر وبنحطه على الشريان التاجي الامامي. اوكي. الشريان التاجي الامامي ده اللي بيغذي 70% من عضله القلب، فده اهم شريان في القلب. بقيه الشرايين من المفروض في العادي في الكونفنشنال سيرجري احنا بنستخدم لها وريد من الرجل، والوريد ده بيبقى ليه عمر افتراضي، يعني العمليه اللي احنا بنعملها دي الشريان الثدي ده هيعيش مدى الحياه، لكن ايا كان عدد اللي احنا هنعمله بالاورده الرجل هيعيش من 10 ل 15 سنه. اوكي. ففي دي بقى يعني الموضوع ده ابتدى في اول الالفينات بس برضو مش كل الناس بتعمله لانه فيري تيديوس، محتاج اهتمام وتركيز وكده. ده بيتعمل احنا بنستخدم الشريانين الثديين بقى، الشريان الثدي الايسر والشريان الثدي الايمن، بحيث ان احنا العمليه كلها تعيش مدى الحياه، مش جزء من العمليه يعيش مدى الحياه وجزء يبقى ليه عمر. بس حضرتك صعبتها على نفسك صح؟ افتراضي صعبتها بس انت لو بتعملها على طول هي تبقى زيها زي الثانيه بالظبط، مش فارقه. أوكي. مش يعني الموضوع مش محتاج تركيز زياده. ال 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 في حاجة بس اسمها the perfect operation، أطلق عليها the perfect operation، أنت تعمل الاثنين مع بعض. زي ما قلنا إحنا جراحة القلب النابض مفيدة في على المدى القريب اللي هو في الفترة اللي هي بعد العملية على طول. ده الأدج بتاعها. جراحة اللي إحنا بنستخدم فيها الشرايين بدل الأوردة دي بتدي على المدى البعيد لأن العملية بتعيش أكتر. the perfect operation بقى ان احنا بنعمل الاثنين، تقدر بنعمل total arterial revascularization. ايوه بطريقه القلب النابض. ما انا لا ممكن نقولها تاني معلش. total arterial revascularization اللي هي بمعنى اللي هي جراحه توصيل الشرايين التاجيه باستخدام شرايين مش اورده. اوكي. نعمل دي بقى كمان بطريقه القلب النابض. احنا استفدنا على المدى القريب والمدى البعيد وكده تبقى ذا بيرفكت اوبريشن للمريض، نتيجته احسن في العمليه. طبعا ناس اكتر هتعيش، بدل 90 هتبقى 99%. طبعا. وفي نفس الوقت العمليه تعيش مدى الحياه بدل ما جزء منها يعيش مدى الحياه وجزء يعيش من 10 15 سنه. بيرفكت اوبريشن. ودي العمليه اللي انا بفضلها من وسط الاربعه كلهم، لان هي في الحقيقه في الاخر المريض بعد 20 سنه بيقول انا عملت عمليه حلوه ولا لا، مش بيقول انا عملت جرح عامل ازاي. طب انا عندي سؤال يا دكتور، ايه اللي بما انه دي البيرفكت اوبريشن، ايه اللي يخلي الدكتور يختار اوبريشن ثانيه لو هم الاربعه دول، لو هم اربعه ودي هي لا حضرتك الحاجات دي محتاجه ليرنينج كيرف رهيب وتقنيات. اوكي. فهي محتاجه تقنيات ومعدات كبيره كمان هارت. انا بتكلم هو ممكن اي واحد بيشتغل عادي يعمل حاله بيتنج هارت، يعني شريان يعمل اثنين، لكن لو هنتكلم على يعني هاي فلو سيرجن واحد مثلا بيعمل مينيمم 400 حاله في السنه ان هو يعملهم كلهم بيتنج هارت، ده محتاج ليرنينج كيرف، محتاج تعلم 5 سنين.
اوكي طيب خمس سنين وبالتدريج عشان الموضوع ما يجيش على حساب النتائج. صح. طيب. عشان البيرفكت اوبريشن دي بيبقى اكيد ليها استعدادات في الاول. ايه بقى اهم الاستعدادات والاحتياطات اللي الدكتور بياخدها في اي عمليه جراحيه بتساعد ان العمليه دي تتعمل صح او تنجح بنسبه كبيره؟ الموضوع ده يعني معتمد اكتر على المستشفى. اوكي. المستشفى لو بتقدم الاكويبمنت المظبوطه والدكاتره يعني لازم دكتور تخدير بيعرف يشتغل بيتنج هارت، لازم فني يعرف امتى يعمل ايه، لان العمليات دي مش غير مسموح فيها بالاخطاء يعني نو ميستيكس الاود. فلازم كل واحد من اللي في اوضه العمليات يبقى عارف هو بيعمل ايه في الوقت اللي هو المفروض الكرو مع حضرتك فريق العمل كامل. وده انا ليا فيه دور، بس المستشفى ليها الدور طبعًا الاكبر، وانا طبعًا لازم اختار المستشفى اللي تقدر تديني الامكانيات دي. يعني فريق العمل اللي مع الدكتور مش الدكتور اللي بيختاره؟ لا، فريق العمل من الاطباء اللي موجود في المستشفى، التخدير انا اللي بختاره، لكن بقيه الفريق العمل لكن التمريض والفنيين والعمال يعني لا، دي بتبقى حاجات تبع المستشفى يعني. طيب في تقنيات ومعدات المستشفى بتوفرها بتساعد اكتر على نجاح العمليه؟ يعني التقنيات والمعدات مثلا موجوده في مستشفى سلام الدولي بتساعد اكتر ان العمليه تنجح؟ طبعا. زي ما قلت لحضرتك قبل كده، مثبت عضله القلب ده لازم يبقى موجود. في غازات معينه لازم تبقى متوصله بمثبت عضله القلب، كربون دايوكسيد وحاجات زي كده مش موجوده في مستشفيات كتير. اهم ايدج، احنا بنتكلم النهارده على مستشفى السلام الدولي. اهم ايدج المستشفى السلام الدولي في جراحه القلب ان رعايه جراحه القلب هي رعايه جراحه قلب فقط. يعني أوكي. المريض نايم، اللي جنبه على يمينه عامل جراحه نفس قلب الكيس، واللي على شماله عامل جراحه قلب. كل مستشفيات العالم مش مصر بس، قليل قوي لما تلاقي كده، دايما هتلاقي مريض جراحه القلب نايم على يمينه واحد مسالك وعلى شماله واحد مخه اعصاب، يعني اللي بتبقى الانتنسيف كير جنرال. ف دي ميزه من مميزات البروفيشناليزم بتاعه التمريض. لما اكون انا بعمل نفس الحاجه لكل الناس غير لما اكون انا بعمل حاجه لده وحاجه لده وحاجه لده وحاجه لده. طبعا. فالتركيز بيبقى اكتر، الدكتور اللي موجود بيبقى طبيب رعايه مركزه لجراحه القلب. فده بيبقى اقوى. فده الادج بتاع المستشفيات اللي هي زي مستشفى السلام اللي فيها الحكايه دي. الموضوع ده انا ما اقدرش اعمله، انا لازم الاقيه في مستشفى توفر لك كل التقنيات والمعدات. طيب دكتور، مستشفى السلام الدولي عامله خصم 20% على الفول تشيك اب للقلب، اي حد كان عايز يشارك في او يستفيد بالخصم ده بيتصل على 19885 او بيتابع صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام ASSALAMINT. تمام. بس احنا عايزين نفهم بقى التشيك اب ده بيحصل ازاي، ايه اللي بيحصل او البروسيس بتاع التشيك اب على القلب دي بتتعمل ازاي، وانا ابدا اعمل تشيك اب على قلبي في سن قد ايه وكل قد ايه؟ والله حضرتك يعني انت حضرتك لو انت سليم تماما وما اشتكتش، ما فيش اي تاريخ مرضي لاي حاجه، لازم تبتدي وانت عندك 35 سنه. تمام. بتحجز في المستشفى وتروح تقابل طبيب القلب، وهو بيكشف على حضرتك وبياخد التاريخ المرضي وبيطلب الحاجات اللازمه، لان هو في حاجات ثابته لكل الناس وفي حاجات بتبقى تيلرد لكل كل كيس على حسب هو الدكتور شاف ايه يعني. بس حتى لو ما فيش هيستوري وحتى لو ما فيش ابيسودز او اي حاجه، برضو بعد سن ال 35 يفضل ان الواحد يعمل في الرجاله بعد 35، وفي الستات بعد سن يعني بعد سن الياس. اوكي. طيب سؤال انا بقى ليا والناس كتير تبقى حابه تعرفه، ايه اللي ممكن يسبب، بغض النظر ان مفيش هيستوري في العيله او مفيش اي وراثه او الكلام ده كله، يسبب امراض القلب؟ ايه مسببات امراض القلب وايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل في عمليه جراحيه بقى في القلب؟ يعني سؤال الاول بس اللي حضرتك تحبه بقى. زي ما تحب. لا، الاسباب اسباب كتير قوي، اسباب وراثيه ودي مش قليله، دهون زيادة، شرب سجاير، ستريس على طول، أمراض أخرى يعني لو في مرض في عضو آخر ممكن يأثر على القلب، في أمراض لها علاقة بالمناعة بتأثر على القلب، في أمراض لها دعوة بكهربة القلب، يعني أسباب كتير قوي، أسباب كتير جدا. بس كلها يسهل التغلب عليها لو حضرتك اكتشفتها بدري على طول، اكتشفتها بدري. كان زمان دايما تسمع ان واحد دخل نام
مصحيش مثلا دلوقتي مش هتسمع كده، لان هو اول ما بيحس بوجع بيروح لطبيب القلب بيشخصه على طول، بيعمل له اللازم، الموضوع بيتحل وبيعيش بني ادم سليم بقيه حياته. تمام. طيب العمليه الجراحيه بقى، ما احنا بنتكلم دلوقتي على جراحه القلب نفسه، ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل في اي عمليه جراحيه في القلب ويعني نتغاضى عنها او نصلحها ازاي او كده؟ بص حضرتك، هو الكومبليكيشنز بتاعت جراحه القلب ده دول كتابين كبار حضرتك، وانت داخل الدكتوراه كده انت في بتقعد ممكن سنه تذاكرهم. كتابين كبار جدا، بس هما في الاخر من 1-3%، يعني هما دلوقتي سنه 2020 هما من 1-3%، يعني كل 100 عيان 1-2-3 بس هما اللي هيحصل لهم كومبليكيشنز. وعاده الكومبليكيشنز دي بتبقى نتيجه المرض او تاخر تشخيصه، يعني بنرجع برضو للإيرلي تشيك اب. بالظبط. هو طيب في حد بعت مسج رقم اخره 03 بيقول ايه هو الهارت ميرمر وهل هو حاجه سيريس؟ الهارت ميرمر ده اللي هو لغط على القلب. اوكي. اللي هو لما بنحط السماعه بنسمع صوت معين. اوكي. وكل حاجه ليها صوت مختلف، يعني أوكي. لو حطيت سماعه في مثلا ارتجاع في الصمام المطرالي غير ضيق في الصمام المطرالي غير أوكي. ارتجاع في الصمام الاورطي غير ضيق في الصمام الاورطي غير أوكي. يعني في الصمامات المختلفه كل حاجه ليها غير ثقب في القلب، كل حاجه ليها لغط، ليها صوت مختلف، لغط مختلف. وكان أوكي. زمان الدكاتره كانوا excellent clinicians، يعني هو يحط السماعة خلاص هو كده عالج، عارف خلاص من الصوت يعرف إيه. لكن دلوقتي في احنا غير عشان بنقدر نعتمد على حاجات تانية بنحط السماعة بنعرف، بس لازم نتأكد بحاجات تانية، لان هي الموضوع مش تشخيص بس، هو الموضوع تشخيص وقياسات، يعني انت مش كفاية ان الواحد يتعرف انه عنده ثقب، لا أوكي. ثقب والضغط عليه قد ايه وفرق الاكسجين تنشن، نسبه الاكسجين الناحيتين قد ايه أوكي. وضغط الشريان الرئوي قد ايه، يعني في حاجات كتير بتتقاس بتؤثر على المانجمنت ازاي هنعالج. طيب هي دي حاجه خطيره؟ هو بيسال هي حاجه خطيره ولا لا؟ ايه هي الهارت ميرمر عاده بتبقى مش خطيره يعني. اوكي. بس لازم يتشاف، يعني لازم يتشاف. كنت لسه هقول برضو هنرجع لحوار الهارت تشيك اب، لازم يا جماعه تعملوا تشيك اب على قلبكم. ومستشفى السلام الدولي بتقدم خصم 20% على الفحص الشامل للقلب، اي حد عايز يستفيد من الخصم ده يتصل على 19885 او يتابع صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام بتاعت مستشفى السلام الدولي. تمام. هي خليني اقول لكم برضو سريعا الهاندل بتاع الفيسبوك والانستغرام هو @السلام انت، او زي انت يعني زي انترناشنال بس اقصر، فهي ASSALAMINT. صح كده؟ صح كده. طيب السؤال الاخير يا دكتور، انا عارف بقى يعني في فرق او لسه مكتشف ان في فرق بين جراح القلب الادلتس والاطفال. انا لسه عارف المعلومه دي من حضرتك. يعني ايه الفرق بين قلب الادلت وقلب الطفل؟ لا يعني عادة أمراض القلب في الأطفال بتبقى أمراض كونجينيتال، يعني هو مولود بيها وراثة. لا أو عيب خلقي يعني مولود بيها كده. وراثة أو عيب يعني هو عيوب خلقية في القلب. فده شغل مختلف تماما عن جراح. كلنا بندرس الحكاية دي وكلنا لغاية سن لغاية قبل الدكتوراه كلنا بنشتغل الكلام ده، بس بعد كده لازم الواحد يتخصص. مفيش في أي حتة في العالم حد بيشتغل الاثنين الاثنين ويبقى في طبعا في، بس عمره ما هيبقى، بس مش هيبقى سبيشالايزد قد لو حد بس فوكست على حاجة واحدة. وبعدين الشغل بتاع جراحة قلب الأطفال is very tedious، يعني يعني احنا مثلا بره واحنا في البعثات زمان وكده كنت حضرتك مثلا تلاقي المستشفى فيها 4 أوض، 3 أوض شغاله جراحه قلب كبار على طول، حاله 2-3 كل اوضه، وهي اوضه الاطفال دي حاله واحده من اول يوم لاخره، والجراح تلاقيه قاعد نازل يعني بيعمل كل حاجه بنفسه. it's very tedious لان الطفل بيبقى صغير طبعا، والحاجات اللي بتديها له لازم تبقى مقننه جدا طبعا. فمحتاجه تركيز جدا، الغلطه بفورة زي ما بيقولوا. very serious. طبعا. استاذ دكتور طارق طويل بشكرك جزيلا على معلوماتك القيمة، وبجد انت فدتني انا شخصيا، واكيد فدت ناس كتير جدا عشان انا في معلومات انا ما كنتش عارفها فعلا. نورتنا يا فندم. وعايز افكر حضراتكم طبعا ان مستشفى السلام الدولي عاملة خصم على الفحص الشامل للقلب 20%، اللي عايز يستفيد بالخصم ده يتصل على 19885 او يتابع صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام @السلام انترناشنال او السلام انت على طول. بالظبط كده.